الحمد لله على ما أنعم والشكر له على ما ألهم، وصلى الله على محمد وسلم. ما زال الحديث موصولا عن كتاب المدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى. الآن انتقلنا إلى مصدر القرآن الكريم في مكة. هذه النقاط يا شباب التي سنتحدث عنها الآن نقاط مهمة جدا. أول هذه النقاط يقول الاتصال بالكتب المقدسة، يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن هذا من الكتب المقدسة؟ يقول ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا. يقول أحدهم مثلا كيف أمي؟ من الذي يدرك أنه أمي؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول نحن أمة أمية، صحيح؟ لا نعرف القراءة ولا الكتابة، نحن أمة أمية، أو نحن أمة أمية، لا نعرف القراءة ولا الكتابة، الشهر هكذا، القراءة والكتابة والحساب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، صحيح يا شباب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن أمة أمية، العرب أمة أمية، وهو منهم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، القرآن نفسه يقول ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. تقول وهل نصدق القرآن وهل يصدق القرآن أعداؤه؟ يعني تقول الآن أنت تستدل بالقرآن الكريم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. الله أكبر، وصف القرآن الوصف جيدا. لو كنت تقرأ وتكتب سيقولون ماذا؟ أنت أخذت القرآن من الكتب. نقول لهم نحن لا نستدل بالقرآن عليكم، بل نقول القرآن نزل فقال ما كنت تتلو. فلو كان يتلو ماذا كانت ستفعل قريش؟ ها؟ كانت ستقول له ماذا؟ أنت أخذت لأنك تقرأ، تقول هذه الآية خطأ، أنت تقول كلاما ينافي الواقع، نحن نعرف أنك تقرأ وتكتب. لكن بما أن قريشا استمعت إلى هذه الآية وهي نزلت في مكة، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أين نزلت؟ في سورة ماذا؟ العنكبوت. ونزلت سورة العنكبوت أين؟ بمكة. فالآن هذه الآية مكية، يعني كفار قريش ماذا؟ سمعوا هذه الآية، صحيح يا شباب؟ والعدو ينتظر الفرصة السانحة ليهجم عليك. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يكتب ونزلت هذه الآية، ماذا كان يقول له كفار قريش؟ هذا كذب، أنت تقرأ، لماذا تقول أنت لا تقرأ؟ الأمر الثاني، ما هي أول كلمة عندما قابله جبريل عليه السلام فقال اقرأ؟ أنا بقارئ. هذه بديهية يا شباب، فهل استطاع من أول لحظة أن يرسم الخطة أنه لا يقرأ؟ ثم هل محمد صلى الله عليه وسلم كان يعيش منعزلا في كوكب آخر؟ أم كان يحيى بين الناس؟ لو كان يقرأ ها وقالوا أنت تقرأ، أنت من تكتب؟ شوف المشركون كانوا أذكياء أكثر من مشركي هذه الأيام، من مستشرقي هذه الأيام. لماذا؟ قالوا له وقالوا أساطير الأولين ماذا؟ ماذا؟ اكتتبها، لم يقولوا ماذا؟ كتبها. ما الفرق؟ الشيخ يقول هنا، هذا كلام الشيخ يا شباب، الشيخ يقول هنا، يقول لم يقل القرآن وقالوا أساطير الأولين كتبها، لأنهم كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ. فهمت يا شباب؟ إنما قالوا أساطير الأولين ماذا؟ أي طلب كتابتها من أحد فكتبه له. لكن يقول الشيخ حتى ولو قالوا هذا، لو وقفت أمام هذا القول ستجده أين من؟ أين؟ أين؟ أشير إلي. تقول تعلمت، نعم، من من؟ أشير إلى الرجل، لا يوجد رجل، هذا في خيالهم فقط. إذن هذه حجة واهية أنه من أين؟ هذا ابتداء يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة والكتابة. خلاص يا شباب، سنفترض أنه كان يعرف القراءة، خلاص جميل. أين الكتب التي أخذ منها؟ اليهود والنصارى، توراة وإنجيل. يا رجل لم تترجم إلى العربية، لم تترجم إلى العربية إلا في القرن التاسع. انظروا يا شباب، لم تكن هناك حاجة داعية إلى ترجمة الكتب العربية.
يقولون محمد صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من أين؟ من التوراة والإنجيل. جميل، يعني ذهب إلى التوراة فأخذ منها. بأي لغة كان يقرأ محمد؟ بالعبري، بالعبرانية والسريانية. ما شاء الله، كان يتحدث بالعبرانية والسريانية والعربية. هل كان يدرس في مركز للغات يا شباب؟ هذا الكلام، هذا هراء، من أين جاء بهذا الكلام؟ نعم، يقول ماذا الشيخ رحمه الله؟ نعم، يقول وما وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. إنه شعب، شعب نعم نزلت إليه أديان لكن لم يكن يعرف القراءة والكتابة، وهذه كانت عادة منتشرة. ولذلك يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم جعل أسرى المشركين في بدر ماذا يفعلون؟ يعلمون القراءة والكتابة لمن لم يعرف، من أولاد الصحابة. طب من لا يعرف يدفع، فهمتوا شباب؟ من لا يعرف كان يدفع المقابل. طيب هنا يقول أحدهم أخذ محمد صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة، بل قال أحدهم إنه أخذ من الديانة الزارتشية. هذا جنون آخر، يعني الرجل كان يعرف العبرية وقلنا ماشي، السريانية قلنا لا بأس، العربية ولا بأس، هيعرف أيضا لغة فارس أيضا الزارتشية؟ يعني هذه الديانة الزارتشية يأخذها من فارس يا شباب باللغة الفارسية؟ وأين تعلم كل هذا وقريش تراه أمام أعينها الليل نهار؟ لو كان يجالس أحدا أو يذهب للدراسة بعثة خارجية هي الآن، هؤلاء الحثالة يفكرون بعصرنا لا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن نستطيع أن نكتب على جوجل ترانزيت هذا ما نشاء فيترجم لنا في الساعة، أما محمد صلى الله عليه وسلم كيف؟ يا شباب منذ 20 عاما فقط، 20 عاما لم يكن من السهل أن تصل إلى معلومة. هذه الثورة، ثورة المعلومات الآن، لأننا نقيس الأمور بالآن. أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت التراجم والمطابع تطبع ليل نهار؟ الأوراق والكتب تخرج والأبحاث العلمية موجودة على شبكات المعلومات الدولية؟ ها هذا كلام هراء. تعلم الزارتشية نعم، ثم السريانية، ثم العبرانية، ما شاء الله، هذا ظل طوال حياته يتعلم اللغات. وأين ومتى؟ أشير إلي إلى هذا المركز الإبداعي الذي يتعلم فيه مثل هذه اللغات كلها يا شباب، حتى نذهب إليه فنتعلم الإندونيسية. الله، هذا كلام عجيب. يقول الشيخ رحمه الله ولننظر إلى الروايات. يقولون نعم كان يكتب، أين الدليل؟ يقول أولم تسمع أنه كان في صلح الحديبية يكتب؟ كان في صلح الحديبية يملي على علي ليكتب، كتب النبي. عندما يقول أولم تجدوا في النصوص عندكم كتب النبي كذا، عندما أقول كتب الأستاذ كذا هذا معناه أنه أمسك القلم بيدي وكتب. الرئيس كتب كذا، هذا معناه أن الرئيس مسك القلم أم أملى السكرتيري؟ سكرتيري صحيح. هذا كان عنده كتاب للوحي، كانوا يكتبون، كانوا كتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماذا؟ انظر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الكتب إلى الملوك والرؤساء في العالم. ما شاء الله، كان يرسل الكتب، أي يكتب بنفسه؟ هل الرؤساء يكتبون بأنفسهم؟ هذا كلام عجيب. الأمر الثاني يقولون كان على فراش الموت فطلب من علي كتابا يكتبه، يكتب فيه أو وصية يكتبها. نعم كان يقول لعلي ائت بكتاب. نعم، اولا هذا لم يتم. طيب فلنفترض انه قام وطلب من علي ان ياتي بكتاب فيكتب له. طيب جميل، هل هذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو في فراش الموت سيكتب بيده؟ لو كان هو يكتب هل سيكتب في فراش الموت بيده ام سيملي ثم يختم على هذا الكتاب انه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاتمه؟ فهمت يا شباب؟ هذا كلام. الامر الثاني يقولون في صلح الحديبية أخذ فكتب، هذا كذب. قال لعلي أشطب محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، قال لا أشطبها. امتنع علي رضي الله تعالى عنه تأدبا أن يمسح محمد رسول الله، قال أنا لا أستطيع أن أمسح رسول الله، هذه لا أستطيع، قلبي لا يطاوعني. شوفوا انظروا إلى هذا الأدب يا شباب، قلبه لا يطاوع أن يشطب ماذا؟ كلمة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أرني الكلمات.
الله أكبر. قال ماذا؟ لو كان كاتبا وقارئا ماذا كان سيفعل؟ هات، صحيح؟ وهي هذه ورقة، ورقة. قال أرني، هات الورقة، ها أرني الكلمات. هل يحتاج إلى أن يشير إليه لو كان يقرأ أو يكتب؟ لو كان يقرأ أو يكتب لقال هات الكتاب هذه يمسح. فهمتوا يا شباب؟ لكنه قال أرني، الحديث في البخاري، أرني الكلمات، أشار إليه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إليه. هذا ليس كتابة، هو قال لعلي أكتب بدلا منها كذا. فهمتوا يا شباب؟ لكنهم ماذا يفعلون؟ يقلبون الألفاظ. يقول ما الموجود فكتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كتبها بيده يا رجل، من أين جئت بهذه اللفظة؟ نعم. ثم يقول الشيخ رحمه الله، التوراة لم تكن موجودة باللغة العربية يا شباب كما قلت آنفا، ولا توجد، وحتى هؤلاء المستشرقون أنفسهم يقولون في كتب أخرى كان أميا صلى الله عليه وسلم. نعم.